السلام عليكم. بعد أن تحدثنا في فيديوهات سابقة عن طريقة عمل الكريات البيض والكريات البيض المحببة، سنتناول في حديثنا اليوم الكريات البيض غير المحببة Granular Leukocytes. ونؤكد ضرورة مشاهدة الفيديو الرابع أولاً قبل مشاهدة هذا الفيديو. والآن لنبدأ. الكريات البيض غير المحببة Granular Leukocytes تختلف عن الكريات البيض المحببة بصفتين أساسيتين هما: أولاً شكل النواة، فالنواة في الكريات البيض غير المحببة غير مفصصة ودائرية الشكل وتشغل معظم السيتوبلازما. وثانياً الحبيبات، فانطلاقاً من اسم هذه الخلايا غير محببة Granular، فهي لا تحوي حبيبات نوعية أو ثانوية مثل تلك الموجودة في الخلايا المحببة، ولكنها تحوي على حبيبات أولية. وبعد أن تحدثنا عن خواص الكريات البيض المحببة بشكل عام، ننتقل للغوص في أنواعها، فهي تتكون من نوعين أساسيين هما الوحيدات مونوسايتس واللمفاويات لينفوسايتس. الوحيدات، على الرغم من كون مصطلح الوحيدات يمر على بعضكم للمرة الأولى، ولكنكم جميعا تعرفون الوحيدات ولكن بأسماء مختلفة. فالوحيدات ما هي إلا خلايا مهاجرة نازحة لا تبقى في الدم إلا قليلا من الوقت قبل أن تغادر الأوعية منسلة إلى الأنسجة المختلفة حيث تتمايز. فالوحيدات هي أصل ما نطلق عليه منظومة الوحيدات البلعمية، وبلاعم النسج الضامة وكاسرات العظم وخلايا الضبق الصغيرة في جهازنا العصبي وخلايا كوبفر في الكبد، وكذلك بلاعم الأسناخ وبلاعم الطحال ونقي العظم وخلايا لانجرهانس في الجلد، ما هي إلا وحيدات هاجرت إلى هذه النسج واستقرت فيها. وبعد مرور هذه المواقع الكثيرة على آذاننا، نستنتج أن الوحيدات تساهم بشكل كبير بالدفاع عن الجسم في المواقع المختلفة. ولا بد من القول أن الوحيدات هي حجر الأساس والشعلة التي من ورائها تشتعل نيران الجهاز المناعي. فتقوم الوحيدات أو أيا كان اسمها بأماكن الجسم المختلفة بوظيفة رجال الأمن، فتقوم ببلعمة مولدات الضد، ومن ثم تضعها داخل فجوات تدعى بالجسيمات البلعمية فيجوزومز، ومن ثم يتم اندماج الحبيبات الأولية وهي جسيمات الحالة لايزوزومز بالجسيم البلعمي فيجوزوم، وتفرغ أنزيماتها فيه ويتشكل ما يسمى بالجسيم الحالي البلعمي فيجولايزوزوم. وهنا نلاحظ أن عملية البلعمة هذه تشبه آلية البلعمة في العدلات لكن دون وجود حبيبات ثانوية. وتقوم الخلية أخيرا بتحميل أجزاء من مولد الضد على سطحها لتقدمهم كمقبلات للخلايا التائية المساعدة التي سنتحدث عنها بعد قليل، كي تقوم الأخيرة بتحفيز الاستجابة المناعية القوية. ولا ننسى إعلامكم بأن الخلايا المعروفة بينكم بذات النواة الشبيهة بحدوة الحصان هي الوحيدات ذاتها. والآن ننتقل للحديث عن الخلايا الليمفاوية ليمفوسايتس. إن واحداً من أهم أسباب استمرار البشرية هو وجود الليمفاويات. تتميز الليمفاويات عن باقي الكريات البيض عامة بمجموعة من الميزات، ألا وهي: تستطيع الليمفاويات كغيرها من الكريات البيض أن تنسل من الأوعية الدموية، ولكن ما تتميز به هو أنها بعد القيام بمهمتها تستطيع العودة إلى الأوعية الدموية عن طريق الجهاز الليمفي. ثانياً، تكون الليمفاويات غير مكتملة النضج، غير متميزة بشكل عام، ومحتفظة بقدرتها على الانقسام عكس باقي الكريات التي تكون قد فقدت قدرتها على الانقسام. وبشكل عام، يوجد لدينا تصنيفان للليمفاويات، أحدها بناءً على وظيفتها وهو الأهم، والآخر اعتماداً على حجمها. لنبدأ بالتصنيف الأهم وهو تصنيف الليمفاويات اعتماداً على وظيفتها. وهنا لدينا ثلاثة أنواع: الخلايا التائية T-cells، الخلايا البائية B-cells، والخلايا القاتلة الطبيعية Natural Killer Cells. والآن لنفصل في هذه الأنواع. لنبدأ بالجنود النخبة وهي الخلايا التائية والبائية. أولاً الخلايا التائية T-cells وهي تحوي عدة أنواع، سنذكر منها الأنواع الثلاثة الرئيسية. أولاً الخلايا التائية المساعدة T-helper، والتي تعتبر المديرة الأساسية للدفاع المتطور أي المناعة التلاؤمية Adaptive Immune System،
ويقع على عاتقها اختيار الأسلحة الواجب استخدامها، فهي تقوم باختيار الأنسب بين خلايا المناعة. والنوع الثاني هو الخلايا التائية القاتلة السمية Cytotoxic T cells، وهي مسؤولة عن الهجوم القريب، أي تتواسط سبل القتل الخلوي عن طريق اتصالها بالخلية المعنية وإطلاقها مواد سامة. ويمكن اعتبارهم جنودا سفاحين محترفين يغتالون الخلايا المصابة بالفيروسات والخلايا الورمية وخلايا الأعضاء المزروعة والخلايا المصابة بالجراثيم داخل الخلوية. أما النوع الثالث والأخير من الخلايا التائية هو الخلايا التائية المنظمة أو الكابحة Regulatory Suppressor T cells، وهي مسؤولة عن كبح الجواب المناعي عن طريق التأثير بالخلايا المناعية الأخرى. بعد الانتهاء من الخلايا التائية ننتقل للخلايا البائية B cells، وهي مسؤولة عن الهجوم البعيد عن طريق إنتاجها للأضداد، وبذلك تتواسط سبيل القتل الخلطي أو المناعة الخلطية Humoral Immunity. وننوه أن كل من الخلايا البائية والتائية القاتلة السمية تحتاج في عملها لموافقة الخلايا التائية المساعدة، فهم ينتمون جميعا للمناعة التلاؤمية. وبعد الانتهاء من الحديث عن النخبة أي الخلايا البائية والتائية، ننتقل إلى النوع الأخير والهام من الخلايا اللمفاوية، وهم الخلايا القاتلة الطبيعية Natural Killer Cells، وهي تعمل كالكشافة حيث تسير في الجسم وتستطلع الخلايا المتأذية من خلايا مصابة بالفيروسات وخلايا سرطانية وتقوم بتدميرها. وطريقة تدميرها لهذه الخلايا تشبه طريقة قتال الخلايا القاتلة السمية، فهي تقاتل عن قرب فتتواسط بذلك سبيل القتل الخلوي. وننوه أنها تدمر الخلايا المصابة بشكل تلقائي دون أخذ إذن من الخلايا التائية المساعدة، أي بدون تنبيه أو تحريض مسبق، يعني مثل الواسطة، وبذلك تشارك في الاستجابة المناعية الفطرية. وكملخص، لدينا خليتان مسؤولتان عن الهجوم القريب، وهما الخلية التائية السمية والخلية القاتلة الطبيعية، فهذه تتواسط سبيل القتل الخلوي، وخلية تقوم بالهجوم من بعيد وهي الخلية البائية، فهي تتواسط سبيل القتل الخلطي. لكن كلا الخلايا البائية والتائية تتبعان للدفاع المتطور أي المناعة التلاؤمية Adaptive Immune System. أما الخلايا القاتلة الطبيعية فهي تتبع للاستجابة المناعية الفطرية. وعلى المجهر الضوئي فإنه لا يمكن التمييز بين الخلايا البائية والتائية، ولكن يمكن تمييز الخلايا القاتلة الطبيعية بناء على حجمها وشكل نواتها وظهور حبيبات في سيتوبلازماها. وأخيراً سنتحدث عن التصنيف الثاني للكريات البيض غير المحببة، وهذا التصنيف يعتمد كما ذكرنا على الحجم. بشكل مختصر يوجد ثلاثة أحجام لللمفاويات، صغيرة ومتوسطة وكبيرة. وبشكل مبسط يمكن اعتبار أن الخلايا الكبيرة هي الخلايا المفعلة من اللمفاويات بالإضافة للخلايا القاتلة الطبيعية، والصغيرة هي غير المفعلة وهي الأغلبية، أما الوسط فبين هاتين الحالتين. وهكذا نصل لختام هذا الفيديو الذي أنهينا فيه الحديث عن الكريات البيض. نلقاكم في الفيديو الأخير من بحث الدم لنتحدث عن النوع الأخير من خلايا الدم وهي الصفيحات.